السلام عليكم عشاق قناة طورنا فلوغ، عائلة طورنا فلوغ، خوتنا وصحابنا وحبابنا، توحشناكم وحنا جيناكم. وتحية الدراري كاملين اللي كيسولوا فيا في الانستغرام وكيقولك ياسين خويا توحشناك. كنشكركم بزاف وبزاف وبزاف. اليوم الدراري جبنا لكم احسن خلطة اللي كنستعملها الطويرات ديالي، وراه كنشوف شي فيديوهات الدراري، شي ناس كيقول لكم استنداد ديال الحبوب، لا حول ولا قوة الا بالله. انا الغلط في الغلط في الغلط، تحدى اي واحد يدير داك طريقة استنباط طويرات الله يرحمهم والتوكسيك في المصران، وغتعاني مع الطويرات ديالك. انا شخصيا عاد بالله من قولت انا ما كنديرش الاستنباط ديال الحبوب، الحبوب ما كنديرش الاستنباط ديال الحبوب. علاش الدراري؟ والله حتى غلط هذيك الاستنباط ديال الحبوب، والله حتى غلط. وجميع الموالع الكبار ديال الطيور والله ما كيديروها في المغرب وخارج المغرب الدراري، والله حتى غلط. علاش؟ شو واش كتشد؟ ماشي حتى بنادم كيعطيكم طريقه ماشي صحيحه، طريقه كلها غلط. بزاف الدراري صيفطوني شي فيديوهات ديال الاخوان كيوريك لكم طريقه الاستنباط، لا حول ولا قوه الا بالله. بالنسبه انا كنخاف منها الاستنباط ديال الحبوب، كنخاف منه. كنستعمل خلطه ديالي، وراه الدراري بزاف المالي اللي هما ابطال كبار في المغرب خدامين بها، غير حنا ما كنخبيو على الدراري والو ومبتدئين والو، باش كلشي ينتج وكلشي يفرح وكلشي يتولع ونتولعوا كاملين. المهم الخوت، غنبداو لكم بالخلطه اللي هي ما كديلك والو، غير مكلفه على الجيب، بخير وزوينه وفيها شي ثمانيات حبوب مهمه ومهمه بزاف الدراري. انا كنستعمل الطويرات ديالي كنصوبها دابا، والله الا صوبتها ضاربة عندي شي 7 شهور ولا 8 شهور. انا غنوريها لكم، ها هي نوريها لكم بعدا، راه قريبه تسالي ليا ومي غنبغي نصوبها، غتبقاو معايا على هاهي الدراري زوينه. هاهي شبعانه فيتامينات وبروتينات وبزاف. هاد الخلطه هادي راه فيها طويرات تبارك الله، الذكوره كيخصبوا لك البيض 100%، تبارك الله فيها بروتينات فيها فيتامينات فيها دهنيات فيها كالسيومات بزاف وبزاف وبزاف. خلطة كنستعملها، وبالنسبة للإخوان أدخل معاكم وديك الساعة نوريها لكم الدراري. بالنسبة للدراري نتحدى أي واحد كيدير الاستنباط يوريني بحال هاد البوراج ديال الطيور، أنا حاشاكم الدراري غنوريكم بوراج ديال الطيور. وشوفوا بسبب هاد الخلطة وبسبب هادشي اللي كنعطيكم بحالنا هكا البوراج ديال الطيور اللي هو كيبان لك ما شاء الله الطير صحيح 100%. شوفوا معنا البوراج انتوما الدراري، شوف تبارك الله هادي راه نتوى مفرخه، هذا الذكر ديالها. شوف ما شاء الله البوراج كي مكور وجاف، وكنسميو هذا كي كيخليوها الموالي على كريم. الا ما كانش في البزقه لا كريم راه ما كاين والو، وتكون البزقه هاي حاشاكم يالله مبزوقة وتهزها في يدك وتدور عليك بحال ما هكا. نتحدى اي واحد كيدير الاستنباط يوريني بحال هاد البصقة هادي يا الدراري، وماشي غير جويجة وحدها، حتى هادا راه باش تعرفونا منخبيو والو، كوبل راه مفرخة تبارك الله. هانتوما الدراري حاشاكم، شوفوا ما شاء الله براز ديال الطيور كيدير تبارك الله، خاصو يكون بحال ما هكا. هانتوما هادو راه جمعهم في كاس كورة، شوف تبارك الله البوراز ديالهم كيدير حاشاكم الدراري، واخا حنا ما كن هانتوما الدراري تبارك الله. حنا راه ما كنخبيو عليكم والو، حنا الحمد لله نعطيوكم الطيور، راه الدراري اللي خداو من عندي الطيور نتمناكم كاملين تبانو في الكومونتير، طيور مليح بثمن مليح، ونعطيوكم في بروغرام ونعطيوكم كيفاش. ما عمرك الحمد لله تشوف
المرض عند الطيور نهائيا من غير اذا كنتي انت من جاتش غرفه الانتاج وما كديرش هذا الشيء اللي كنقول لك. راك شفتوا معنا البراز نتحدى شي واحد كيعطي الاستنبات ويوريني هذا البراز للطيور وكوب المفرخه راه لا يمكن كوب المفرخه ما شاء الله النسوه كتبقى النهار كامل حاضنه على البيض وما كترزقش في الصندوقه كترزق برا في البلاطو وما شاء الله شفتوا البراز ديالها كي داير. مهم ما نطولوش عليكم الدراري راه كنبغيو نشاركوا معاكم جميع الامور وجميع باش كنستعملوا حنا مع الطيور ديالنا وغادي الانتاج جيد الحمد لله وبخير وعلى خير وديما الحمد لله والشكر لله على كل حال. مهم الدراري نوريكم بعدا تولعوا معنا بياسه ديال الهوغو اللي طالعين عندي ما شاء الله وخليكم ونرجعوا الفعل. هانتوما الدراري تبارك الله شوف هذا راه جبدتو من الصندوق نتمنوا نتمناكم نتمنوا الله كاملين شوفوا ما شاء الله الحيمات ديال الطائر كي دايرين شوفوا ما شاء الله اللحم غوز والعروقه كيبانوا يعني هاد الطائر كيبين لك الدراري بان لاباري سبيراتوار ديالو مزيانه صحته مزيانه شوفوا ما شاء الله الكولور نقاط صدر لي زيسبوس الدراري طائر مكتمل كامل. نرجع معكم على الخلطه ديالي بالنسبه لهاد الخلطه اللي قلت لكم الدراري راه الدراري والدريات سمحوا لي بزاف الدريات كيقول لك علاش كتقول الدراري. المهم نرجع لهاد الخلطه الخلطه هادي كتحتوي على جلبانه القهويه ديال برا كتحتوي على الجلبانه الخضراء ديال برا كتحتوي على الذره البيضاء كتحتوي على الذره الصفراء على الفول على الحمص و اللوز والقرقاع والنيجر والشوفان هذه هادو كاملين الدراري كنشدوهم كنمشيو عند مول الفراخ في القريعة ولا في النواحي ديال المغرب كامل كتقول لي عطيني 3 دراهم ديال الجبانة القهوية ديال برا راه غيعطيك شي 80 غرام 3 دراهم ديال الجبانة الخضراء المهم غيعطيك 80 غرام اللي غيعطيك دابا وقال الوقت غالية غيعطيك شي 50 غرام ولا ما علينا 3 دراهم جلبانة قهوية 3 دراهم جلبانة الخضراء 4 درة بيضاء رابعة ديال لا 3 دراهم ديال الفول 3 دراهم ديال الحمص نص كيلو ديال اللوز والقرقاع مخلطين 3 دراهم ديال النيجر 3 دراهم ديال الشوفان وهادو بلا الطراجين تفكروا لا نسينا شي حاجة وكنزيد فيها أنايا الحلبة مطحونة كنديرها الراسة مرة مرة كيف ما قلت لكم في الفيديو اللي رجعتو قبل كنزيد فيها عصقة ديال حلبة مطحونة هذه هي الخلطة كنجمعو هاد الحبوب كاملة وكنمشيو عند الهري ملي غتبغي تاخد اللوز والقرقاع والفول والحمص غتمشي عند الهري الهري غتقول لي عطيني 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 وغيطحنهم لك غتعطيه 100 ريال غيطحن لك هادشي كامل غتعطيه ليه وغيطحنو لك بالنسبة اللوز والقرقاع راك عارفينو مهيج ومخ كيعطي الطيور واحد تخصيب راه ما شاء الله راه بنادم كيضرب اللوز والقرقاع راه كيولي وحش مهم يعني الطيور تبارك الله كيعطيوك البيض مخصب 100% وخلطة مهمة هادي الدراري انت كنديروها كنشدو ملي كنديرو البيض والخضرة راك كتشوفوني كندير جوج عواشق منها ملي كندير البيض والخضرة البيض محكوك والخيزو والباربة والبروكولي كنزيد جوج عواشق منها ومرة مرة كنزيد عليها الحلبة وكنزيد عليها كالسيليكس وكنزيد عليها هيفيكور هاد الخلطة هادي الدراري
راه بزاف. نتمنىكم تجربوها وردوا عليا. انا اقسم لك يمينا ما كنشري الباطي ديال الشركات، نبدا نقول لكم شي باطي ب 11000 14000، اقسم لكم يمينا ما كنشري. هذا هو الباطي ديالي وكنديرها في سوبيره، هذه دابا راه كنعمرها حتى لهنا غير باش نمد لكم. تبارك الله ما شاء الله، كنعمرها حتى الفوق، ما كاين لا باطي لا والو. ياسين كيعطيكم داكشي زوين بثمن زوين، وجيبك غيبقى زوين، والدراري اللي كيقراو راه ما غي يقولوا لك والديك والو. علاش؟ حيت لا جيتي كامله فيها اللي غالي هو اللوز والكركاع، هو اللي غالي. الدراري نتمنىكم تشجعونا بلايك وابوني، واللي بغى يسولني شي سؤال دوزوا الانستغرام ديالي، راه هو هذا الانستغرام ديالي. بغيتكم تهجموا كاع الدراري اللي عندي في اليوتيوب يهجموا. كنموت عليكم وتحياتي ليكم، والفيديو الجاي ان شاء الله.